شعار الصحابة شعارنا، كلنا جميعا مثل شعار الصحابة. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. تخيل انت ماشي تقولها وانت ترمي الجمار، ترمي الجمار عارف انه هذا حجر ما ينفع ولا يضر، ولكن سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. إيش الثمرة؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. في شعار كمان يا شيخ بدر؟ والله شعارات كثيرة، لو نقعد من هنا لين الفجر ما نخلص. الله عز وجل يقول، اسمع هذا الشعار عجيب، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الشعار: إنا هدنا إليك. شيخ بدر، ما معنى إنا هدنا إليك؟ تبنا إليك، عدنا إليك، انكسرنا بين يديك، أنبنا إليك، تذللت رقابنا بين يديك. تخيل، تكرر تكرر. إذا كانت الإنابة والهداية إلى الآن ما وصلت في قلبك، عيد هذه الآية، كرر كرر لعلها تشوي قلبك. إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، هدنا إليك، هدنا إليك، هدنا إليك، هدنا إليك. الله، في شعار أقوى من هذا يا اخواني؟ الذي يريد، الذي يرغب ما عند الله يرفع يده. انا اتوقع الجميع، اتوقع الجميع ما اتى الى هذه الاماكن الا يرغب ما عند الله. تكفى يا غالي، كرر. انا الى الله راغبون، انا الى الله راغبون. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.